أنا دائماً أبحث عن القضايا الساخنة. أنا أقف الآن في منطقة حرب. أنا أبحث في أدق التفاصيل. أنا درست هندسة وبشتغل سواق تاكسي. أنا الصوت الذي يعكس قصتك. أنا أغطي التطورات الاقتصادية. أنا الرئيسة التنفيذية الأصغر سنة. أنا بداية عهد جديد. أنا دائماً أبحث عن الإجابات. وأنا أحثهم على المشاركة والتفاعل. القصة التي تهمك.